على عكس اللي بيحصل النهارده يمكن مع وليد سليمان. طبعا. وعلى فكره انا مش عايزه اقف عند رمضان صبح كتير، لان زي برضو ما انت قلت النادي الاهلي ما بيوقفش على حد، النادي الاهلي هو من يصنع الرمز. طبعا. النهارده وليد سليمان يعني يمكن النهارده فايلر معتمد عليه بشكل اساسي جدا. بس مش عايز اتكلم حتى عن الناحيه الفنيه، يمكن احنا اتكلمنا في اول الحلقه عن ما يفعله وليد سليمان وانتماء وليد سليمان لهذا الكيان، اللي بيحب الكيان ما بيحبوش بس لسان، يعني وليد سليمان عمل كتير جدا وبيبذل اقصى ما عنده لهذا الكيان بره الملعب وجوه الملعب. دخل بالك ده هياخدنا لحته ثانيه، يعني في مقولات عايزين دايما يغيروها في الوسط الرياضي او خاصه عند النادي الاهلي. حته الحب والانتماء وبيمضي على بياض والكلام ده مش موجود. لا ده ما حصل، ده الكلام ده موجود. الكلام ده موجود وواقعي. النهارده لما تيجي الواحد زي الكابتن وليد سليمان ده فعلا نموذج حي. لما بنتكلم النهارده نقول مقوله ابن النادي، لا ده ابن النادي ده اللي ضحى عشان النادي، اللي لعب عشان النادي، اللي ما عملش مشاكل، اللي بينزل يكسب النادي في اي وقت، اللي دايما ما بيعملش مشكله داخل الفريق، ما بيزيدش عن النادي الكبير، واللي بيلم اللعيبه حواليه. هو ده ابن النادي، ده موجود في وليد سليمان ما شاء الله عليه. النهارده بنشوف يعني مباراه امبارح امام حرس الحدود بينزل كانه عنده 20 سنه بالظبط، حيويه ونشاط وشخصيه داخل الملعب، وكمان بيسجل الهدف اللي بيكسبك كمان يعني 3 نقاط يقربوك من مشوار الدوري.